FM. الكلمة ليك. نحكيو على الاطباء بما انه دكتوره منى السويسي معناها اونجاجي عندها خدمه دونك نسلم عليها برشا دكتوره منى السويسي لكن العارف موجود جبنا العارف اليوم سي مدعي مقدده طبيب وعضو الهيئه الاداريه للنقابه التونسيه لاطباء القطاع الخاص. صباح النور. مرحبا بك. مرحبا بمستمعين كاب اف ام وبارك الله فيك على استضافه سيدي. ماكش جديد على استوديو ايطاليا يعني. ما رجعت قاسي فتحي في الكابيكان زعما كان 6 ونص ما نقدرش نعوضك. لا لا كل حاجه بلا سته انا بدي نجم كنت بيه بتبيع. دونك اليوم نحكيو على 7 جورني لو برينتون ميديكال دو كابون. نحكيو على ايفينمون اليوم باش يكون في نزل في ياسمين الحمامات. دونك عندنا بروجرام كبير وكبير برشا بالنسبه للايفينمون هذا. لكن قبل ما نحكيو شويه على البروجرام اليوم نحكيو على القطاع الخاص بالنسبه للاطباء بالسؤال اللي طرح نفسه كما عاد بعد الحادثه اللي صارت نتاع سوسه والمشاكل صارت في الجنوب وكذا. دونك اليوم القطاع الخاص في تونس تقييمك ليه في نجم نقولوا في دقيقه. قبل ما نبدا نحكي لك على القطاع الخاص وعلى المشاكل الطبيه الساعه، شكون اللي خلصها الخطيه نتاع السانتيور في اللواج ولا في التاكسي؟ المواطن يخلص. مش المواطن والتاكسي، معناتها المواطن هو يتحمل مسؤوليته. نورمالمون المواطن هو اللي يخلص الخطيه. ان شاء الله ربي ما يتحملش المواطنين، يسمعوا كلام وتبقوا 700 فرانك وسانتيور خير من 40 دينار و700 معناها. على كل سي مالك مرحبا بك ومرحبا بمستمعي كابا فام. نعاود وبارك الله فيك على الاستضافه. يعيشك ربي بفضلك. الستيام جورني هذه نتاع دو برانتون ميديكال دو كابون، هذه سي ان ايفينمون اللي يقع كل عام في الجهه نتاعنا، بما ان كابا فام في الجهه نتاعنا دونك احنا لازمنا ديما نكونوا من مناصرين الجهه نتاعنا. مش معناتها جهويات هذه، معناتها هذه ايوا نخدموا جهتنا ونخدموا البلاد هذه في كل وقت في جهته تو ننهضوا بالبلاد. بقينا البرنامج اللي وقبل ما ندخلوا في البرنامج نتاع الجورني هذه المشاكل النقابيه والطبيه انا ما حبيتش نحكي فيها اليوم، انا حبيت تكون فيستيفيتي وتكون جورني نتاع ديني غالا نتاع بروجرام ميديكال سيونتيفيك ماهوش نتاع نقابه، لانه في البلاد هذه قريب نعتادوا كانوا نخدموا كيما لي بومبي. ما لما تقع مشكله باش نعملوا باش نتصرفوا. فمن هذا المنبر انا تو مثلا نعطيك ان بتي سكوب اللي كنا عملنا به وقفات احتجاجيه واللي من اجله وقعت غريف وايفينمون في البلاد والطب وما طب ما صار شيء الى يومنا هذا. ثم قانونك المبادره التشريعيه اللي مش تقوم بها وزاره الصحه، ومن هذا المنبر نطالب وزيره الصحه باش تخرج لنا الدوسي من الرفوف وتقيموا وتهزوا الار بي باش يصادقوا عليه وباش يولي قانون ابجل من برجة حاجات. بالناحيه كيف كيف رساله مضمونه الوصول هذه ديجا مشات الرساله. انا ما حبيتش نجبد قلت لك ما حبيتش انت خربشتي برك سي مالك على هذاك انا مشيت معك. المشاكل الطبيه الاخرى كيف كيف موجودين برشا مشاكل سورتو في حكايه الكنام مشاكل كبيره الصناديق الاجتماعيه مع الطب ولو بريسك دي سالاري عندك يقعدوا بستة شهور ما يخلصوش، ثلاثة شهور وأربعة شهور، إيماجين، برشا مشاكل المواطن العادي من ما يعرفهاش، ولكن احنا في سبيل نجاح المسار الديمقراطي نتاعنا، في سبيل الدولة هذه اللي باش نهضوا بها ونخدموها، يلزمنا نصبروا وعلى الشيء هذا، وهاك نصبروا ونعملوا زريقة صغيرة، بما أن الطب احنا. نصبروا نعملوا زريقه صغيره. اسكو النهضه بالبلاد اللي مش نهضه نهضه بالبلاد انه ننهضوا بالبلاد بيان سور نجموا نجسموا في الايفينمون نتاع اليوم. والله اذا كان كل واحد من في القطاع نتاعو يقوم بالنشاط هذايا ويعمل شيء القطاعات كل تنشط وننهضوا بالبلاد في جميع الميادين، لانه المواضيع نتاعنا اللي موجوده تويكا في البروجرام نتاع الايفينمون نتاع اليوم هذا لي سيتيام جورني دو كابون دو برانتون دو كابون هي فيها دي نوفيل ريكومونداسيون والشيء اللي طلع جديد في الطب وكل ما هو معناتها على باج باش الطب نتاع الريجيون وطب نتاعنا يكونوا عايشين على باج. على باج فوالا دونك هنا يعني باش تطرحوا كسوال للبحوث العلميه الاكتشافات الطبيه الجديده هذا كل معناها باش يكون من البنود الاساسيه نتاع ليفينمون. انت الموضوع مثلا عندنا مواضيع اهم شتة. موضوع بالنسبه لليوم باش تحكيوا عليه مثلا ثم ما نعرفش تبدا البرنامج يبدا من ماضي ساعه حتى للسبعة ونص ثم حتى ديزاتولي في الاخر ولكن المواضيع اللي نحكيوا عليهم ثم ريزيستونس مثلا اوزونتيبيوتيك كومون بريسكريغ لا بوست انتيبيوتيك معناتها المضادات الحيويه واللي ريزيستونس نتاعهم ثم تريتمون دو لا دولور الاوجاع والكذا ترى اش ثم جديد في الميدان هذا وثم دي معناتها لي زوراتور اللي يجوا كلهم يعطيونا لي ديرني ريكومونداسيون حتى عندنا دي زوراتور جاي من برا شيف سيرفيس دوندوكرينولوجي ديابيتولوجي ديابيت ريسك كارديو فاسكولير معناتها السكر و امراض القلب وتاثيراته على القلب وعلى الشرايين. عندنا موضوع مهم كيف كيف سانكيام هذا سامبوزيوم لا ريسبونسابيلتي ميديكال لي بوان دو فيو دو ميديسان ليجيست اي دو ليجيسلاتور وسيدي عنالو معناتها اخصائيين في الميدان هذا شيف سيرفيس دو ميديسين ليغال
في لوبيتال شير نيكول سي منصف حمدون وسي مصطفى بن جعفر جوج دو لا كور دو كاسيسيون تونس. مش مصطفى بن جعفر، لا مش مصطفى بن جعفر، عندنا اليوم تشابه في الاسماء. هذا مثلا من المواضيع الهامه اللي احنا مش نركز عليهم. حسب ما فهمت انه الموضوع الهام هو نحكيو على ريسبونسابيلتي ميديكال اليوم، المسؤوليه الطبيه اللي هو من اهم الاشياء، وهي داير صارت عليه مشاكل. هذاك علاش اليوم طرحتوه انتم امام الاطباء الكل اللي هو لازم يتحكي فيهم فان كونت، كسوا حتى من القطاع العمومي زاد معنيين بالامر ياخذوا ديما طبهم فان كونت. يعني صحيح ثم فرق صغير ما بين القطاع الخاص والقطاع العام كسوا في الامور الاداريه اكثر، ولكن فان كونت الطبيب عنده مسؤوليه. حسب ما شفنا وحسب التجارب اللي مريت بها البلاد اخيرا في العام الماضي، ما ثمش حتى فرق ما بين امور الطب الخاص والطب العام. ما شفنا الريزيدنت اللي في سوسه ماهيش ماهيش طبيب خاص، طبيب عام، ولكن ما لقاتش كوفرتور اداريه من مباشره من الاداره نتاعها، وبالتالي لا ريسبونسابيلتي اللي بيرسونيل، معناتها الانسان يتحمل مسؤوليته في القانون موضوع تويك. بالعكس احنا نحبوا سامحوني نحبوا معناتها نسرعوا ونحبوا نعملوا الشيء مثل المبادره التشريعيه المؤقته هذه لحمايه المواطن ولحمايه معناتها وحق المواطن يجي ولحمايه الطبيب، مش باش نكوفريو الطبيب، لا هذه ديما نقولوها ونعاودوها، لا هذه باش الشيء يمشي بريجل والمسؤوليه الطبيه تكون واضحه. وما ثمش فيها قانون، انا قاعدين نمشوا على قانون قديم 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 اللي ما يحمي حد لا المواطن ويعطي حقوقه ويعطي معناتها اون كادو داكسيدون اون كادو فوت وكذا، يا قالوا روبورسمون ويا قالوا معناتها الانديمنيتي نتاعه ولا الطبيب. وهاك كيما قلت ونعاود صارت الفوعه وطلع الشيء ومن بعد رجع كما كنا من قبل ورجع الدوسي وما ثم لا حياه لمن تنادي لا يومنا هذا. كالعاده كالعاده فيش استناو، استناو في وقفه احتجاجيه، استناو في غريف، استناو في مشكله اخرى مش تصير في اي سبيطار باش يقع رينيسانس دو لا شوز، مش معقول. في انتظار وزيرة الصحة تاخذ بزمام الامور وتكون الامور جدية اكثر ونحل المشكلة هذه في اسرع وقت ممكن، بما انه خاطر تعرف الوقت يجري، واذا كان هنا يصير سامحوني في الكلمة ترقيد الدوسي هذايا، دونك يظل باش يكمل كلك في الرفوف معناها وتاكلوا الغبرة وما ثم حتى شيء منه جديد. واذا كان يصير مشكلة اخرى ديما يكون المواطن والطبيب هما زوز متضررين كل واحد من جهته، دونك نحاولوا بالحق نلقاو حل للمشكلة هذه. بعدين نرجعوا شوية ليفينمون خاطر ما نحبوش نحلوا قضية كما هذه سينون نجم نكملوا نص نهار تعرف انت. دونك اليوم نحكيو على السيتيم جورني لو برينتون ميديكال دو كابون، دونك قداش من طبيب باش يكون حاضر ابري اليوم؟ اقل قليل، على الاقل ما يكونوش اقل من 250 300 طبيب حاضرين. ما بين احنا في الريجيون تاعنا برك عندنا دوره 500 طبيب. هي الريجيون تاعنا تتمثل في الكابون. كابون من الحمامات حتى للهواء، رغم اللي عندنا نقابه ثالثه اللي هي كابون ليست وقعت الجورني نتاعها هذه عند لوسيس، دونك باش يكونوا على الاقل 250 300. 250 300 دونك هنا باش تلقاو اطباء معناها عامين واطباء زاد معناها اطباء اختصاص واطباء عامين واختصاص الكل الموجودين في الريجن الكل كلهم مستدعين، معناتها الكل مستدعي. ومن هذا المنبر نوجه حتى اللي ما بلغوش الاستدعاء كونه باش يكون لنوز انفيتي ومستدعي للجورنيه هذه اللي تقع في احد النزل في حمامات سويت، ما نعملوش بليسيتي فهمتني ابارتي دو 14 اور مرحبا بهم الكل، ما هو طبيب في القطاع الخاص. موجود ليفينمون على الباج فيسبوك نتاعكم اذا كان ثم كونتاكت موجود موجود موجود. هذا بالنسبه للايفينمون، دونك نجموا تكتشفوا هذا نجموا نقولوا معناها رساله للاطباء، معناها هذا راهو موجه اكثر للاطباء، دونك علاش اليوم الاطباء معنيين بالامر هنا وايفينمون كيما هذا يستحق واحد يكون حاضر فيه. ويظل لي انا الطبيب الوحيد اللي مانيش طبيب باش نحضر في الايفينمون هذا، دونك انا وصلني مش راسكي. مرحبا بك، ولا انا كوش راسكي شوي حتى مشكل امال معنا زاد في راسكي، دونك الناس الكل مش راسكي مع بعضنا في الموضوع هذا. دونك سي فتحي نخليك انا كلمه الختام، دونك مساجك المواطنين، مساجك للاطباء، مساجك زاد حتى للجهات المعنيه والمسؤولين وعلى راسهم الوزاره. نبداو بالمساج للاطباء. ايوه الاطباء مرحبا بهم وسا انفيتي ليفينمون تاعنا ابارتي اوجوردي، وهذه سنه ولات وعاده كل عام يقع البرنتون هذايا في ستيام، معناتها عندنا سبع سنين ملي بدا الشيء هذايا. سوي لو بيانفوني. بالنسبه للسؤال الثاني قلت لي شنو الاطباء ولا اطباء والجهات المعنيه الجهات المعنيه الوزاره على راسها معناتها تقصد انت رجعتي ديما ترجع لي للنقابه وديما ترجع لي للامور النقابيه وكذا. انا حبيت سوري سي ما حتى مشكل يا خويا من هذا المنبر النادي ونعاود النادي وزير الصحه باش تخرج لنا الدوسي هذاك نتاع المبادره التشريعيه للمسؤوليه الطبيه في اقرب الاوقات للار بي. بلا دونك واضحه المساج والرساله مضمونه الوصول، واكيد وتحب حتى رساله اخرى مساج للكنام للمواطن والكنام زاد اعطيني للكنام باش تكون في خدمه المواطن وباش يكون الطبيب في خدمه المواطن نفسه. اذا كان الطبيب ما يكونش معناتها يخدم افيك افيديتي واموره مريقله 5 5 مع الكنام، بار كونسيكون المواطن هو اللي باش يستفيد.
ولذا رسالة أيضا للكنام باش تعامل المعاملة الطيبة للطبة وباش تكون ألور وتكون عند الكلمة متاعها. رغم اللي في الأيام التالية ثم مشاورات وثم معناتها لا كونفيزيون سيكتوريال او تران دو سو رياليزي اون اوتر فوا دونك الشيء قاعد يمشي وان شاء الله دون لو بون سونس. و اسكو مش نجموش نظلموا ياسر الكنام ممكن في كريز ممكن الكنام نحكيو حتى على الامور الماليه لا مش نقولوا في كريز ولكن اخويا ما نعرفش انا كيما تقول توا الاطباء القطاع خلينا نعمل شويه شعبويه مثال القطاع العمومي او الاساتذه او الموظفين في الدوله يوم 20 في الشهر 25 في الشهر تلقى شهريته سيء بالنسبه للاطباء القطاع الخاص والكنام هذه كي جات ولا ديبوندون طب 90% كونفونسيوني مع الكنام كيف اللي يجيهم شهريه الشهريه هذيك تقعد تصور شهر واثنين وثلاثه وما يخلص في الشهر القدم وعنده دي شارج وعنده هو مع ذكرى وعنده فرمليات وعنده كذا شي يعمل بون حتى يعمل. حتى المواطن يقول لك زاد هكا يخلص في الكونسلتاسيون ولا يخلص في كذا لا ياخذ في تيربي ياخذ في ثلاثة في الوحدة اذا كان هو مواطن معناها تيربي ياخذ ثلاثة سوف اذا كان عنده منظومة نتاع يخلص وبعد يخلص والاكثرية هما كل هي في خدمتك تيربي في خدمتك الزوالي اللي يدفع ثلث باش 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 من بعد الكلام هي تتعوض ورساله قصيره جدا للمواطن اللي قاعد يسمع فينا اليوم العلاقه ما بين المواطن والطبيب يا خويا هذيك اهم علاقه احنا كاطباء في خدمه المواطن واحنا نص 50% من دواء المريض هو كالعلاقة ما بين الطبيب والمواطن لأنه الطبيب هذاك وقت اللي يكسب ثقة المواطن وقت المريض يكسب ثقة الطبيب هذاك هو الدواء يدخل خايف يدخل مرعوش يخرج مفرهد 50% ناقصة كانك الحربوش ولا الزريقة دونك بالتالي أهم حاجة هي الثقة المتبادلة واهم حاجه بالنسبه للطبيب هيك الشفاء نتاع المريض راهو ما تعرفش الكونفورم نتاع الطبيب كي يجي ابري دو تروا جور يا طبيب يرحم والديك وراني كذا وراني كذا هيك الشعور هذاك والله لا يكفيه لا فلوس ولا يكفيه حتى شيء وما يدومش دعوه خير تقول انت طيب. تقول دعوه خير اكثر معناتها اهم حاجه هذيك كاب اف ام الكلمه ليك